الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناتكم السعودية. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس استونيا بذكرى استقلال بلاده. بعروض عسكرية وفنون شعبية مسيرة التأسيس تحتفي بالثقافة السعودية المميزة. وبجوائز تتخطى 35 مليون دولار. أنظار العالم تتجه إلى منافسات كأس السعودية للفروسية في الرياض. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس ألار كارس رئيس جمهورية أستونيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وتستمر الاحتفالات الوطنية بيوم التأسيس في جميع مدن المملكة بالمزيد من الفعاليات الثقافية والفنية والتي تنادى إليها المواطنون والمقيمون وهم يتحلون بالأزياء التراثية السعودية التي تحاكي أصالة عريقة متباينة بتنوع ثقافي تزخر به البلاد وينسج جمال وحدتها الصلبة. هذا وتنظم في هذه اللحظات وزارة الثقافة فعالية مسيرة التأسيس التي تقام في طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول الواقع بين طريق الملك سلمان بن عبد العزيز وطريق أنس بن مالك في الرياض، وهي مسيرة كبيرة تصل مدتها إلى 90 دقيقة يشارك فيها أكثر من 4800 مؤدي. وتهدف الوزارة من هذه المسيرة للاحتفاء بمسيرة بناء الوطن على مدى 3 قرون وإبراز العناصر الثقافية المميزة للمجتمع السعودي منذ البدايات وإلى هذا اليوم الحاضر. ونشاهد وإياكم هذا البث المباشر والصور الحية التي تترى من هذه المسيرة العملاقة في العاصمة السعودية. النخيل والإنسان السعودي على علاقة عميقة امتدت على مدار 3 قرون، منها غذاؤه واحتماؤه، عماد خيمته، سقف منزله، ثبات حائطه وظهره، وتحتها مولد أمه وجده. ألف مثل الألف واقف دائما بد واقف وراسه الحالف ما ينثى المل
وكان هذا من العاصمة السعودية الرياض، حيث تحتفل وزارة الثقافة بيوم التأسيس بهذه المشاهد الحية. ونتجه مباشرة إلى العلا، حيث أقامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا احتفالاتها التراثية بمناسبة يوم التأسيس بمشاركة الأهالي والزوار في ذكرى تأسيس الدولة السعودية. هذا وطننا وقصتنا الخالدة، من العلا أرض التاريخ وأرض الحضارات، احتفلت بيوم التأسيس على طريقتها الخاصة وما بين بلدتها القديمة وواحتها الغنى. واكرم أهالينا بمولدهم، ما نقصها شيء، هربنا معه في كل قزم. أقامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا احتفالاً بيوم التأسيس، شمل عروضاً بين جنبات الواحة والبلدة القديمة، لتتغنى أرضها بالعرضة السعودية التي كانت ولا زالت رمزاً للحرب والنصر. نهني قيادتنا الرشيدة بيوم التأسيس وبأمن وأمان وازدهار وتطوير، ولله الحمد. واليوم أنت شايف الفعاليات وشايف تواجد المواطنين ودعمهم لقيادتهم الرشيدة. وكان للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تعبيراً نقياً تجاه وطنهم المعطاء في احتفالات يوم التأسيس. والله أنا جداً فخور وأحب أهني المملكة من العلا بيوم التأسيس، والله يجعلنا المملكة العربية بأمن وأمان. لا أحب أهلي الملك سلمان وأمير محمد بن سلمان، وأحب طبعا أكيد أهني الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد على هذا اليوم العظيم. صراحة هو يعني يوم حافل ومليء بالمشاعر الجياشة اللي مرة صعب أني حتى أطلعها بكلمات، ولكن أسأل الله العظيم أنه يديم علينا نعمة الأمن والأمان وللشعب السعودي كله، ويا رب دائما في ازدهار ودائما في نجاح وفي علو. دولة امتدت جذورها لثلاثة قرون، عاصرت البادية والحاضرة، ولمت شمل شبه جزيرة العرب، لتكون اليوم مملكة تزخر بحضارة عريقة ومكانة اقتصادية رائدة في العالم. نعم، إنها المملكة العربية السعودية، منارة العالم والسلام، وأرض الملوك العظام. راضي زيد، العلا. ولازلنا في هذه الاحتفالات الوطنية، وإلى الخفج هذه المرة واحتفاء مماثل بيوم التأسيس، ولكن بمشاعر براعم الوطن هناك. ذكرى عريقة منذ ثلاثة قرون رسمت معالم دولة عنوانها الفخر والاعتزاز وأمجاد يسطرها التاريخ. في الخفج حضر يوم التأسيس بين الأوساط، كان عنوانه بهجة الأطفال ومظاهر فرحهم. احتفلوا في يوم جاء لغرس مفهوم الاعتزاز بهذه الذكرى لديهم، وهو ما ظهر جليا عبر الأزياء التراثية التي تحكي أصالة هذه الدولة منذ بدأت قبل نحو 300 عام. ابتسامات هنا ورايات فخر ترف في كل مكان، والفن التشكيلي حاضر بالرسومات الوطنية التي تجسد المستهدفات السامية وتعزز الحب والولاء لهذا الوطن وقادته. مظاهر تحمل مضامين عميقة تخبر الأجيال بأن الماضي هو طريقنا نحو المستقبل، وبه بدأنا إلى أن أصبحنا اليوم دولة عظمى نباهي بها شعوب العالم. افتخاراً بما وصلنا له اليوم من مجد وعز وازدهار، لا صوت يعلو على صوت الفرح، والهتافات تقول من يوم بدينا والعز بيدينا. أحمد غالي، الخفجي. وإلى جازان، واحتفالات أهالي المنطقة بيوم التأسيس بفعاليات مختلفة متنوعة ومعارض مصاحبة امتدت على مدار ثلاثة أيام. معنا من هناك الزميل حسن الغزواني، أهلا بك مراسلنا حسن. تصف لنا الجو من عندك في جازان قبل كل شيء، الجو، الطقس، ثم
الجو الاحتفالي ومشاعر المحتفلين. نعم ظافر، مساء الخير لك، مساء الخير للسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. هنا في جازان هذه الأيام الأجواء جميلة جدا، الطقس معتدل والأجواء تساعد على التنزه. طبعا هذه الأيام هو شتاء جازان ومهرجانات شتاء جازان المنتشرة في كل محافظات المنطقة. أقامت طبعا إدارة التعليم بمنطقة جازان احتفالا بهيجا هذا المساء بذكرى التأسيس لهذه البلاد برعاية كريم من سمو أمير المنطقة. حضره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة. اشتمل على عدد من الفعاليات الجميلة والشيقة والمسرحية والعروض المسرحية طبعا، بجانب الأستاذ ملهي عقدي مدير إدارة التعليم بمنطقة جازان. أستاذ ملهي نرحب بك عبر شاشة القناة السعودية، وأنتم تحتفون هذا المساء بذكرى التأسيس في القلعة الدوسرية أحد المعالم التاريخية هنا في منطقة جازان. ما هي الفعاليات التي شملها الاحتفال، وكيف رأيت احتفالات المنطقة المنتشرة أيضا ببقية الأرجام؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. طبعا هذه الفعالية هي ختام الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة العزيزة، ونحن بدأنا مجموعة من الفعاليات المتنوعة على مستوى مدارس المنطقة جميعا، وعلى مستوى المحافظات، وعلى مستوى الرئيسي المركزي على مستوى إدارة التعليم جازان. لا تكون مدرسة أو فصل من فصول الإدارة العامة للتعليم بجازان إلا ودخلها دخلتها فعاليات ومضامين مضامين التأسيس، وتنوعت ما بين جماهيرية وما بين فنية تشكيلية وما بين أيضا علمية وتاريخية. مناسبة اليوم جمعت كل الفعاليات في فعالية واحدة، وحرصنا على أن تتضمن مجموعة من المضامين التاريخية الرصينة بهدف تأكيدها كقيم لدى الطلاب والطالبات، وظهرت بالشكل الذي يعني لاحظته قبل قليل. بلا شك طبعا هذه الأيام جازان تشهد مهرجانات متنوعة وشتاء يعني يجتذب زوار المنطقة من داخلها ومن خارجها. الحضور الكثيف هذا المساء هو استغلال لمثل هذا الحضور الجماهير. طبعا هذه الفعالية حظيت بدعم كبير حقيقة من قبل سمو سيدي أمير المنطقة وسمو سيدي نائب أمير المنطقة، حيث تشرفنا حقيقة برعاية سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وحضور وتشريف سمو سيدي نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، ضمن كما تفضلت مجموعة من الفعاليات التي قامت بها مجموعة من الإدارات واللجان على مستوى المنطقة جميعها. فعاليتنا اليوم هي فعالية احتفال أهالي المنطقة بحضور سمو سيد النائب، ونفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان. كانت فيها مجموعة من اللوحات الاستعراضية ومجموعة من الحقائق التاريخية التي حرصنا أن تصل إلى جمهور تجاوز 1000 شخص من سكان المنطقة. كل الشكر والتوفيق لكم سيدنا. شكرا جزيلا. إذن ظافر سادة المشاهدين، هذا حديث الأستاذ ملهي عقدي مدير إدارة التعليم بمنطقة جازان، متحدثا عن الحفل الذي قامته الإدارة هنا في القلعة الدوسرية احتفاء بذكرى البيعة. هو امتداد لفعاليات متنوعة شملت القلعة الدوسرية، أيضا القرية التراثية بمنطقة جازان، أيضا فعاليات الليوان التي نفذتها وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الفعاليات المنتشرة في جميع المهرجانات المتوزعة على محافظات المنطقة. حضور كثيف هذا المساء زاد من جمال هذا الاحتفال. هذا كل ما لدينا من هنا ظافر. شكرا لك حسن، كنت معنا من احتفالات منطقة جازان بيوم التأسيس. إلى الهند، حيث بحث وزير المالية محمد الجدعان في الاجتماع الأول وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة 20 برئاسة الهند في مدينة بنغالور برامج البنية التحتية الرقمية وسبل مساهمة البنية التحتية الرقمية في تعزيز الابتكار والنمو الشامل وبناء المرونة وتعزيز كفاءة الحوكمة. ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي في افتتاح اجتماع مجموعة 20 على التركيز على المواطنين الأشد ضعفا. وقال مودي إن جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة حول العالم أدت إلى زيادة الديون وتعطل سلاسل الإمداد العالمية وتهديدات لأمن الغذاء والطاقة، مؤكدا على ضرورة إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد العالمي. سباق كأس السعودية اختتم هذا اليوم الأول بأشواطه الثمانية، حيث
توجت عليا بكأس الميل للأفراس، فيما خطف أجاب كأس التحدي للخيال العالمية في جولته الأولى، وحقق مدباس كأس التحدي للخيالة العالمية في جولته الثانية، ونال الكتاباليتي كأس طويق، وحقق حبيبي جولكي جائزة سباق تحدي الخيالة العالمية الجولة الثالثة، وتوج ستاركات بجائزة كأس تحدي الخيالة العالمية في جولته الرابعة. أما في الشوط السابع فقد حقق الجواد قادر كأس شوط السعودية الدولية، وتستمر هذه المنافسات المقرر إقامتها غدا السبت بمجموع جوائز تفوق 35 مليون دولار بمشاركة 245 جوادا من مختلف دول العالم. هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل وصول 22 من الشواحن الإغاثية من مركز الملك سلمان إلى منفذ غصن الزيتون لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا. أهلا بكم. بلغت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا أكثر من 454 مليون ريال حتى الآن، كما تخطى عديد المتبرعين أكثر من 1,800,000 متبرع في منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة قتلى الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا هذا الشهر إلى أكثر من 43,000 قتيل جراء 7,930 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزال الأول في 6 فبراير، وتعرضت أكثر من 600,000 شقة و 150,000 من المباني التجارية لأضرار طفيفة على الأقل. هذا وقد أصدرت تركيا قواعد لإعادة بناء منطقة دمرتها الزلازل هذا الشهر لتمكين الشركات والمؤسسات الخيرية من المساعدة في المهمة العاجلة المتمثلة في بناء منازل جديدة للملايين الذين يحتاجون إلى مساكن بديلة بعد الكارثة، بعدما انهار أكثر من 160,000 من المباني وتضم 520,000 شقة تضررت بشدة جراء الزلازل في تركيا. وقد تعهد الرئيس التركي أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن خبراء قالوا إن السلطات يجب أن تضع السلامة في الاعتبار قبل السرعة بعد انهيار بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحداث هذا الزلزال. تختتم هيئة تنمية الصادرات السعودية مشاركتها في معرض الخليج للأغذية لعام 2023 بهوية صنع في السعودية في مركز دبي التجاري العالمي، وضم جناحه صناعة سعودية وتحت مظلته 55 شركة وطنية من قطاع الأغذية. يمثل معرض الخليج هذا أحد أهم الفرص التجارية الواعدة للشركات الوطنية والمنصة الأمثل للمصنعين والمهتمين والباحثين في مجال الأغذية. وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التغنية مدن جملة من العقود والاتفاقيات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات في المملكة بإجمالي للاستثمارات تصل إلى 1.69 مليار مليون ريال، فيما كشفت عن ارتفاع أعداد المصانع الغذائية إلى 1,171 مصنع بإجمالي مساحات تقارب 10 ملايين متر مربع بحلول نهاية العام المنتهي 22. جاء ذلك على ضمن مشاركتها في معرض الخليج الأغذية في دبي، وعرضت بيئتها الصناعية التي تمكن من توطين الصناعات الغذائية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة ضمن الاستراتيجية الوطنية. في الرياض انطلق اليوم المؤتمر الطبي قسطرة صمامات القلب بمشاركة أكثر من 88 مختصا من جميع أنحاء العالم. انطلقت صباح هذا اليوم الجمعة في العاصمة الرياض ورش عمل أكبر مؤتمر عالمي عن قسطرة صمامات القلب الذي يشارك فيه نحو 88 متحدثاً مختصاً في هذا المجال من جميع أنحاء العالم حضورياً وافتراضياً، حيث اعتمدت هيئة التخصصات السعودية 16 ساعة حوارية
لمناقشة أمراض صمامات القلب وعلاجها بالقسطرة دون العمليات الجراحية، وهو الأول من نوعه في المملكة، وقد حمل اسم الرياض العاصمة السعودية. في هذا المؤتمر حاولنا أن نجمع أكبر عدد من الأطباء والمتحدثين من جميع أنحاء العالم، من أمريكا، من كندا، من الأرجنتين، من الميدل إيست، من دول الخليج، وبعضهم افتراضياً وبعضهم حضورياً. الحضور اليوم القاعة ما شاء الله كانت مليانة، أكثر من 400 شخص حضروا صباح الجمعة. صمام القسطرة التافي واستخدام الصمامات في الرجال والنساء والاختلاف بينهما وغيرها من الموضوعات الهامة على طاولة النقاش لمواكبة أحدث التغيرات العالمية في هذا المجال. سيتم مناقشة جميع الأمراض الخاصة بالصمامات، منها استبدال الصمامات عن طريق القسطرة للصمام الأيورتي، وهو أكثر الصمام انتشاراً. أضف إلى ذلك عمليات ترميم الصمامات الميترالي والتي حاليا تعمل بالمملكة العربية السعودية، صمامات الجزء الأيمن من القلب. تكمن أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات الطبية العالمية في تبادل الفكر بين الأطباء المختصين في هذا المجال، بالإضافة إلى معرفة الأساليب الحديثة الطبية والتقنية. وإلى الجوف، حيث يواصل مهرجان التمور في الجوف في نسخته التاسعة فعالياته المنوعة، ويشارك في المهرجان مزارعو المنطقة بمنتجات تمور الجوف التي تشتهر بجودتها محليا وإقليميا. معي مباشرة من هناك المراسل السعودية نايف الفندي. أهلا بك نايف، ما جديد هذا المهرجان وما الذي يمكن أن يمنحه لمزارعي الجوف؟ أهلا ظافر، تحية طيبة لكم ومساءك طيب أنت والسادة المشاهدين. طبعا دشنا سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف يوم الأحد الماضي مهرجان التمور بدومة الجندل في نسخته التاسعة. هذا المهرجان والذي حقق نجاحات رائعة في الأعوام الماضية، طبعا ساهم هذا المهرجان في إيجاد نوافذ تسويقية للمزارعين والتعريف بجودة تمور الجوف على المستويين المحلي والإقليمي، ويحتل طبعا النخيل مكانة خاصة في قائمة المنتجات الزراعية التي تشتهر بها الجوف، حيث تحتضن المنطقة أكثر من ما يقارب 980 ألف نخلة تنتج ما يزيد عن 40 ألف طن من التمور المختلفة. طبعا لا شك أن هذه التمور تعتبر رافد اقتصادي مهم وأساسي في منطقة الجوف، ولعلنا نتعرف أكثر مع ضيفي الأستاذ المهندس فارس الجباب رئيس اللجان التنظيمية. بداية نرحب فيك عبر أخبار السعودية، حدثنا عن هذه النسخة وما الجديد في النسخة التاسعة لمهرجان التمور. في البداية أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده بذكرى يوم التأسيس، حفظ الله بلادنا ودام علينا نعمة الأمن والأمان. أحب أرحب بك أخوي نايف، وأحب أرحب بالقناة السعودية الأولى. طبعا المهرجان حرصنا على التنوع فيه في خيام للمزارعين، تقريبا السنة هذه شاركوا معنا 40 مزارع. أرض أيضا خصصنا مناطق خاصة في الأسر المنتجة بعدد محلات تتجاوز 60 محل. أيضا خصصنا مناطق للفود تراك أو رواد الأعمال، والسنة هذه الحمد لله شارك معنا ما بين 37 رائد ورائدة أعمال انقسموا على مأكولات ومشروبات. أيضا يوجد شاركوا معنا السنة هذه برضو الفنانين التشكيليين، برضو عندنا صالة المعارض تقام فيها الفعاليات الغنائية وفعاليات الأطفال، والحمد لله الإقبال السنة هذه أفضل من السنوات الماضية. جميل، لو تحدثنا عن جائزة سمو الأمير فيصل بن نواف، وهي الجائزة التي سيحصل الفائز على مبلغ مالي مقابل أو بشأن التمور المكنوزة. نحب أول شيء نشكر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف حفظ الله لرعايته لمثل هذه المهرجانات. طبعا الجوائز مقسمة على ثلاث فئات أعلنت في حساب البلدية، أخذت اللجان الفرز العينات قبل يوم المهرجان، وإن شاء الله راح تطلع بالأيام الجاية راح تطلع النتائج بإذن الله. شكرا مهندس، يعطيك العافية. حياكم الله، حياكم الله. أخي ظافر، اسمح لي أن أخذ لقاء مع الأخ محمود، نأخذ بشكل سريع عن حجم البيع وكيف شاهدت الفرق بين النسخ السابقة وهذه النسخة من حيث الزائرين ومن حيث المعروضات. يا هلا، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أولا نحب نشكر
أمير منطقة الجوف وسعادة مدير بلدية دومة الجندل لنجاح هذا المهرجان النسخة التاسعة من مهرجان تمور الجوف. طبعاً سمحوا لنا أن نشارك منتجاتنا من التمر ومن مزارعنا وأنواع التمر. عندنا الحلوة حلوة الجوف، عندنا البويضة، عندنا الحسينية، وعندنا المكنوزة. هذه المكنوزة، وعندنا الدبس بعد. كيف شاهدت الإقبال بشكل سريع؟ الإقبال ما شاء الله. طبعاً هم حطوا فقرات في المهرجان، طبعاً تطور عن السابق. حطوا الطفل أو فقرة للأطفال، حطوا الفقرة الغناء، حطوا الفن التشكيلي، فنوعوا بالمهرجان هذا. الله يعينك على هذه المشاركة الجميلة. ظافر أخي، أنا أعرف ضيق الوقت، ولكن ممكن أستعرض معك بعض التحويلات، الصناعات التحويلية من التمور بشكل سريع. عرفني على الموجود. يا هلا ومسهلا. هذا منتج الدشبو يشبه الحلوى البحرينية، لكنه صحي بدون سكر بدون إضافة من دبسة الحلوى. وهذا أيضا الحلوى اللي هي العبق بسيلة الجوف. أيضا دخلنا الدبس على الكليجة بالسمح. يا العافية. لضيق الوقت يعني آخر مشاركة ما تأخذ 60-40 ثانية فقط، نتعرف على الفنان التشكيلي زياد الزارع، أحد الفنانين المشاركين بالمعرض. واكبت اليوم يوم التأسيس بهذه الصورة، تكلم عنها. هذه عبارة عن كلها من الكرتون، وافق التأسيس فحبينا نشارك باللوحة هذه. وهذه التمور طبعا اللي هو النخلة أم التمور من الكرتون هذه كلها، بس لسه ما هي كاملة. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاركة جميلة من الفن التشكيلي في ركن خاص هنا. طبعا أحب أضيف لك أخي ظافر، يعني حصلت على معلومة قبل قليل وهو حجم مبيعات التمور بهذا المهرجان خلال 6 أيام وصل إلى 18 طن تقريبا من التمور منوعة، وهو رقم كبير ومميز. وهذا كل ما لدينا من هنا من مهرجان التمور. شكرا لك يا نايف. لضيق الوقت ربما كان الوقت متسع معك أكثر، ولكن لضيق الوقت نختم معك ونختم هذه النشرة بأهم ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين ولي العهد يهنئ رئيس استونيا بذكرى استقلال بلاده. بعروض عسكرية وفنون شعبية، مسيرة التأسيس تحتفي بالعناصر الثقافية المميزة لهذه البلاد بتنظيم من وزارة الثقافة في الرياض. وبجوائز تتخطى 35 مليون دولار، أنظار العالم تتجه إلى العاصمة السعودية الغد في منافسات كأس السعودية للفروسية. وعند 12:30 إن شاء الله من هذه الليلة لقاء إخباري يتجدد بكم. ابقوا دائما في عافية ووئام وسلام وأمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.